دراسة هذه الملفات مستمرة، فيه لجان منصبة دائما تعنى بهذه المسائل مهما كانت نوعها، يعني سواء تعلق الملف بالأرشيف الوطني، بالجماجم الشهداء، بالتجارب النووية، بالمنفيين أو غيرها من الملفات. إنشاء منصة رقمية تحدثنا عليها سلفا من شأنها أن تفعل الكثير. الإنجازات السمعية البصرية الموجهة للداخل وللخارج يجب أن نعي تماما أن السلاح الآن سلاح المعلومة هو الذي يجب أن نعتمده في ترويج للذاكرة الوطنية وللدفاع عن الذاكرة الوطنية عبر الوسائط الاجتماعية بمختلف أنواعها، وأن نذهب للاحترافية في هذا المجال، لأن الشباب الآن نجده خلف هذه الوسائط ونحصنه من خلال استعمال نفس الوسائط.